أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم قديمك نديمك. من خلال هذا البرنامج نلتقي مع عدد من نجوم الرياضة الكويتية، وحرصت من خلال هذا البرنامج الالتقاء مع عدة لاعبين. مثل ما حكيت من أكثر من حلقة، هذا البرنامج ليس محصور على لاعبين الأندية الكبيرة، ولكن هناك لاعبين قدموا شيء كثير من أنديتهم. أقول قاعدة أو ليس لديهم قاعدة جماهيرية، ولكن لاعبين لبرزوا خلال فترة من الفترات. مع نادي اليرموك برز أحد اللاعبين المتألقين الحقيقة من عاش تلك الفترة منتصف الثمانينات تحديدا. لاعب أجاد مع نادي اليرموك أبدع وتألق وسجل أهداف جميلة. من النادر أن تشاهد هدف ما يونسك مثل الحاجب العامية. ضيفي في حلقة اليوم لاعب نادي اليرموك والمنتخب الوطني السابق بسام العازمي. حياك الله يا أبو مبارك. حياك الله يا أبو نصار، ومشكورين على الاستضافة. حياك الله. أنا سؤالي الدائم، ولدت في أي منطقة مبارك في البداية؟ في البداية طبعا أنا ولدت في مستشفى الأميري. يعني أي سنة كانت؟ 67. وما كملت يمكن شهر وشهرين فمن شرق انتقلنا إلى المنصورية. انتقلت المنصورية أي عمرك كان ذاك الوقت؟ عمري سنة تقريبا. سنة. وبغيت المنصورية كم سنة؟ بغيت المنصورية لغاية 14 سنة. 14 سنة، يعني طفولتك كانت في المنصورية؟ بالمنصورية. من اللي حولكم كانوا البيوت المنصورية؟ كانوا والله جيراننا، ولا زلنا مستمرين يعني وياهم. كانوا عيال الخليفة، عيال الطيار، عيال النوري، عيال الأربش، عيال عثمان، عيال الناصر، كثير يعني من العائلات الرشدان. هني لعبت كرة القدم وانت صغير بالسكه؟ بدايتي كانت هني، يعني خاصة وقتنا حنا دائما يعني البدايات تكون في السكه. وين لعبت في السكه تحديدا في المنصورية؟ السكه بالمنصورية في أي قطعة؟ قطعة واحدة في الملعب، الآن صار حديقة يعني. الملعب هذا طبعا من صغرك انت تشوف مثل على قولتهم الربع الكبار. يعني عندنا كان الله يذكرهم بالخير عيال النمش لاعبين زينين وهذا، فاحنا نتابع وتدري قبل تحاول تطلع مبكر من البيت يعني الساعة 3:30 يا دوب تلحق على اساس قبل لا يوصلون الكبار. ونفس الشيء تنطرهم لو يخلصوا، عرفت شلون؟ حتى لو تكونون 3 أو 4 على قول واحد مثل ما يقولون، او انك تلعب حتى الليل موجود يعني. من معاك كان ذاك الوقت؟ من تذكر معاك من نفس عمرك؟ من اللي كان معاك؟ كان والله وياي يعني اللي ذكرتهم، كان مثل وليد النمش، كان موسى الطيار، كان أنور أخوي، كان علي الناصر، كان حسام الأربش، كان عبد الله الخليفة، كان رجب الخليفة. والله أخاف أنسى بعدهم. زين، هني سميتوا فريقكم تسمية لكم فريق سكة ولا ماكو تسمية؟ والله إحنا قبل هذا الفريج يعني بالمنصورية خاصة معروف سمونا فريج الحليان يعني. معنا 3/4 بيض يعني. فعاد الفريج يعني مثل ما تقول يعني ماكو تسمية فريق معين، لأن كنا نباري. كان كم عمرك كان ذاك الوقت لعبت كرة القدم في الفريج؟ كم عمرك بالفريج؟ طال عمرك كنا يعني مارستها من تقريبا 9 سنوات إلى 14 سنة. يعني حتى أنا بعد ما انتقلنا إلى بيان يعني كنت أروح مثلا المنصورية لأن كان بيدي، فكنا نلعب لغاية تقريبا 16-17 سنة عمري، لأن شوي صار ارتباطي أكثر بالنادي لأن أنا دخلت النادي تقريبا من تحت 14. في أي مدرسة درست في البداية؟ أول مدرسة درست فيها؟ أول مدرسة درست فيها الأحمدية الابتدائية، بس كانت للحين ما انبنت بالمنصورية، فدرست أول ابتدائي بالرشيد، وثالثة ورابعة وثانية وثالثة ورابعة درستها بالأحمدية المنصورية، وبعدها درست بالمتوسطة لغاية تقريبا 3 متوسط في مدرسة القادسية. ما كان في مدرسة متوسطة بالمنصورية، فكانوا يحولونا إلى مدرسة القادسية. درست إلى 3 متوسط، بعدها انتقلنا إلى منطقة ويا. هني لما رحت المدرسة لعبت مع فريق المدرسة؟ لعبت مع فريق المدرسة، أذكر ألعب جولشي يعني. صار في جديد يعني. في لا في طموح معين إنك تلعب كرة، تمارس كرة القدم، ف يعني ما أدري تصير بالصدفة بعض الأحيان. أنت حطيت نفسك جولشي ولا قالوا لك والله؟ والله بالصدفة لاعبين كذي يعني مثل ما تقول تلعب أول شيء بعدين يصير جولشي، خوش جولشي يعني، فبعدين يصير مباريات الفصول لا أنا بيك جولشي وهذا. زين. اي ولعبتها بس بمرحلتي اذكر باولى متوسط او ثانيه متوسط. وانت صغير من اللي كنت اللاعب اللي تحبه تشوفه من الانديه الثانيه؟ لاعب الطفوله نقول هذا الحكي. لاعب الطفوله طبعا احنا جيلنا يمكن يعني مو لاعب صراحه، لاعبين يعني مثل واحد ما يبخص يعني كان
حمد بو حمد، كان جاسم يعقوب، يمكن انا لحقت على حمد بو حمد اخر مراحل، انا اعتبره يعني صراحه يعني حمد سابق جيله باللعب صراحه. لكن ايضا جاسم يعقوب وفتحي كميل، فيصل الدخيل، نجوم الثمانينات او نجوم خلينا نقول منتخب كاس العالم في منتخب الكويت، يعني معظمهم كنت تتابعهم، يعني حتى اللي يعني صاروا معاهم او هذا مثل يوسف سويي، مثل ناصر الغانم، هذول لاعبين يعني تتمنى انك انت لو مميزين. اي طبعا كانوا مميزين. في المدرسه لعبت فريق المدرسه؟ لعبت في المدرسه، لعبت فريق الفصول، لكن بالثانوي لعبت مع فريق اي المدرسة. مرحله الثانويه كنت فيه؟ المرحله الثانويه كنت في مدرسه ثانويه الغرطبوي. الغرطبوي بسلوى. زين. اي اني لعبت، كان من يدربكم او مدرسكم رياضه؟ كان مدرسنا الله يذكره بالخير استاذ محمد عثمان ابو عثمان، كان من السر السابق امين سر الاتحاد. وكان شو اسمه يعني هو من نادي اليرموك. اي نعم. كان دائما يحرجني تعال حق الطابور. من معك كانوا هني في الثانويه من لاعبي الانديه؟ كانوا والله لاعبين الانديه ابو نصار، في لاعبين مبلا، في لاعبين انديه ما. مجموعه من اللاعبين كانوا احنا مشكله الثانوي ابو نصار شنو صارت؟ مشكله الثانوي احنا دفعات كنا مقررات، فكنا اول دفعه تقريبا اقل من 100 وشيء، بعدين دشت علينا الدفعه الثانيه، الدفعه الثانيه كان اعتقد فيها لاعبين، كان او الدفعه الثالثه يمكن، بس يعني ما لحقت ان لعبنا مع بعض. بس ما لعبت فريق الثانويه انت؟ بلى لعبت فريق الثانويه، لعبت فريق الثانوي لغايه تقريبا رابعه ثانوي. كان دوري المدارس ذاك الوقت قوي؟ وبصراحه ما كان قوي. ما كان قوي. ما ادري يمكن حنا ليش ذاك الدوري ذاك الوقت حنا مدارس مقررات كانت بسيطه يعني مو كثيره، يمكن دوري الثانوي، بس اذكر ان حنا كنا فقط مباراه ثانويه الصباح السالم كدوري. قصدك اللعب مع ثانويات محدوده؟ محدوده اي. نعم. نعم. احبتنا في كل مكان، فاصل ثم نعود من جديد مع بسام العازمي لاعب المنتخب الوطني ونادي اليرموك السابق في قديمك نديمك. طبعا مراحل الطفولة وذكرياتها هي من أهم الأشياء، أو هي اللي تكون غالبا شخصية الإنسان. ففي مراحل الطفولة وخاصة المرحلة الابتدائية اللي درسنا فيها، طبعا أنا درست في مدرسة الأحمدية اللي موجودة بالمنصورية، لها ذكريات طيبة ولها يعني أمور كثيرة، يعني خاصة في المرحلة الابتدائية يبدي تكوينك أنت، شنو حاب، شنو ميولك، شنو أمورك. فمن الأشياء اللي أذكرها يعني تكويننا كان خاصة في يوم تعدينا إلى مرحلة الثالث ابتدائي، من الأشياء اللي أذكرها أن كنا جدا نستمتع في حصة التربية البدنية خاصة لما يكون كرة قدم. لكن من الأشياء اللي أيضا أنا أذكرها ومن الذكريات الطيبة خاصة مع عيال الفريج ومع مثل ما يقولون الربع، يعني كنا صغار، فكنا يعني الدوام يبدي مثلا الساعة تقريبا 7:30، فتلقانا حنا طالعين من الساعة 6:30 قبل يطق على قولتهم جرس الطابور بساعة، على أساس نلعب كرة قدم في ساحة المدرسة أو في ملاعب المدرسة. أيضا من الذكريات اللي الواحد يعني ما ينساها خاصة في المرحلة الابتدائية، خلاص انت حبيت كرة القدم، هي عاد تكون شخصيتك، هي تبدي يعني يبدي طموحك او تبدي احلامك خاصة في هذا، انك انت تتمنى تصير لاعب كرة قدم، او تطمح انك انت تلعب بنادي، تطمح انك انت تمثل منتخب. فاعتقد انا وجهة نظري يعني الخاصة وش ان فعلا انا يعني حبي لكرة القدم ومثل ما يقولون ميولي صارت اكثر في هذه المرحلة، مرحلة ابتدائية. أيضا من أهم ذكريات الطفولة الواحد يتذكر الفريج والمكان اللي عاش فيه طفولته وتدرج. طبعا المكان، هذه الحديقة اللي شايفينها هذه كانت براحة، وكان هني مثل ملعب الفريج. في السابق كان في كل حي أو كل يعني فريج لا براحة، مثل
يزاولون في عيال الفريج كرة القدم. من الذكريات اللي أنا أتذكرها في هذا الملعب، طبعاً من كثر ما واحد متعلق في كرة القدم، من كثر ما واحد حاب كرة القدم، فأفتكر ما في وقت معين ما لعبنا فيه أو لعبنا كرة في هذه في هذا الملعب. يعني برمضان يعني للساعة تقريبا لأذان الفجر، في الأوقات العادية يعني حتى في الأيام العادية أذكر، لأن الملعب يلعبون فيه مثل ما يقولون الصبيان الكبار، فكنا من الساعة 2:30 الظهر نلعب لين ما عاد يصير دور على قولتهم الشباب الكبار. وبعد ذلك أيضا هم لما يخلصون تلقانا احنا ورا المغرب أيضا نكمل لعبتنا أو نكمل إذا كانت مباراة. وهذا ففي شغلة أنا أذكرها، كانت البقالة هني موجودة جبال الملعب، فكنا احنا نقعد صبيان صغار نقعد نشوف يعني مباراة الشباب الكبار. فأذكر من الأشياء اللي الواحد كان يستانس ويفتخر فيها في ذاك الوقت، أن اللي صار الفريق مثلا ناقص يعني على قولتهم شباب الكبار فينادونك تعال لعب وياهم، فكان يعني كانت لحظة الواحد يعني مثل ما يقول يعني يفرح في هاللحظة شيء مو طبيعي. فهني اعتقد انا يعني حكم ان نلعب ايضا مع الفرجان الثانية ومع الفرق، هني يعني حبك لكرة القدم ومزاولتك لكرة القدم يعني اعتقد يعني ايضا رسخت فيك امور معينة وزاد ميولك اكثر في انك تزاول كرة القدم وتكون لاعب نادي ولاعب منتخب. نعود حبتنا من جديد في قديمك نديمك مع اللاعب الدولي السابق بسام العازمي، لاعب نادي اليرموك والمنتخب الوطني السابق. وصلنا الى الثانويه، قلت لي في تلعب الثانويه كان مقررات، فكانت مدارس محدوده. خطوتك في نادي اليرموك شلون كانت؟ وين من ودك نادي اليرموك؟ طبعا احنا بعد المنصوريه انتقلنا الى منطقه بيان. اي سنه انتقلت بيان؟ تقريبا سنه 80 او 81 ما اذكر. فتدري منطقة جديدة وهذا، وكنا حنا تقريبا بالبيت يعني صبيان شوي، فكان خالي الله يذكره بالخير وفهد خالي عيد قال امشوا خلنا نوديكم نادي اليرموك. يعني امشوا مع منهم قصده؟ مجموعة معاك؟ اي كنت انا وانور اخوي ونواف. زين. هو ما ادري هو وزعنا والله ما ادري رحنا، بس انا قلت ابي قدم. زين. انور راح سلة، نواف يومين لعب باليد وبطل ما هذا، بس أنور استمر أنور لعب تقريبا فترة، وبعدين حلوا كرة السلة بنادي اليرموك، بعدها انتقل إلى نادي كاظم ووصل معاهم بالفريق الأول وشارك يعني كثير، وأعتقد ترك تقريبا بالأربعة وتسعين أو 95. زين، وصلت نادي اليرموك ما تعرف أحد. طبعا هي المنطقه كلها جديده يعني، يا دوب انت مثلا اذا بتروح مثلا حتى اللي بفريجكم يمكن ما تعرفه. فرحنا حنا نادي اليرموك نلعب تحت 14 سنه. في ذاك الوقت كانوا حاطين بالصيف مدرب مجري فتره، وبعدين استلمنا الله يذكره بالخير الكابتن معجب الجاركي، دربنا تحت 14. كنا معظمنا يعني معظم اللاعبين كانوا من بيان. تعرفهم هني؟ إيه ما تعرف احد؟ لا لا اعرفهم. من كان معاك؟ من كان معاك؟ كان معاي فيصل كريباني، كان معاي وليد الغنبر، كان معاي يعني هذول مستمره بعلاقتنا لحد الان، كان معانا اذكر علي عبد الرضا، حسين واخو الله يذكره بالخير عيال عبد الرضا اثنين اذكر. دربكم معجب عيسى الجاركي. معجب الجاركي. اي معجب اسمه معجب عيسى الجاركي. اي زين. فلعبكم دربكم هني لعبت هجوم؟ اي هني هذا مكاني. مكانك؟ اي هذا مكاني. إيه؟ لغايه ما استمريت. شلون تدرجت في نادي اليرموك؟ لعبت تحت 14 ونصار، بعدها صارت وقفت تقريبا 6 اشهر بعد الدوري مال تحت 14، بعدها رجعت مع فريق 17،
17 كان الله يذكره بالخير ويطول بعمره الكابتن عيسى ملا عيسى، ودربت لعبت معاه بعدها بسنة أيضا في 17 يعني ما طولت المراحل السنية ولا قعدت فترة طويلة؟ لا هي المراحل لها غاية تحت 17 يعني بعد صعودك إلى تحت 20 خلاص هني يعني انطلقت. يعني أنا أذكر لعبت مثل درجة أولى بعد انتهاء دوري. أي سنة درجة أولى لعبت الفريق الأول؟ 84. من اللي اختارك حق الفريق الأول؟ والله احنا كنا مجموعة لاعبين مميزين في تحت 17، كان فريقنا يعني جدا ممتاز. خذونا احنا مجموعة على أساس أذكر أنا كنا نلعب درجة أولى مباراة ودية بس أنا لازلت تحت 17، وأيضا خذوني مجموعة بعد هم مع فريق تحت 20. الاختيار كان في المدربين البلغار وكان يساعدهم الكابتن عبد اللطيف الرشداني يعني زين. فما ادري يعني هي كان من كان مدرب الفريق الاول ذاك الوقت؟ مدرب بلغاري. بلغاري اي نعم، كان يساعده عبد اللطيف الرشداني. اول ما اخذك لعبك لاعب اساسي؟ لا لا مو اساسي. مو اساسي قعدت احتياط؟ لعبت احتياط، قعدت احتياط في موسم 84 85. 85 84 في اول لعبه اعتقد مع القادسيه في كان الدوري المشترك او الكاس المشترك، وكان اذكر حتى قول شيء هم كان خير الكابتن جاسم بهمن لعبت في هذه المباراه، لعبت فيها وسجلت هدف في هالمباراه. في هالمباراه وضد القادسيه. ضد القادسيه عرفوك الناس؟ والله لا لحد الان ابو نصار يعني. بس قصدي الهدف كان بالنسبه لك شيء حلو سجل امام القادسيه. شوف ابو نصار انا ردتك البيت الفريج الربع ابو نصار. شوف الهدف يعني انت اي مباراه يكون لك دور فيها، يعني انا مهاجم ماكو فرحه توصف او ما يعني الانسان ما يقدر يوصف لك فرحه هدف الا اللي حس تسجيل هدف، فما بالك اذا كان هدف فوز، فما بالك اذا كان هدف بطوله، هذه فرحة ما حد تذكر على الجول هذا. ايش تذكر عنه؟ والله يعني هو دربكة معينة كانت قدام المرمى ومثل ما تقول قحصت فيها. زين من هني ثبت كلاعب أساسي؟ لا هني صار بنصار قمت الحين صعدنا احنا دوري تحت 20، فالسنة هذه لأن أنا لعبت مع تحت 20 يعني كنت لاعب مميز بالدوري كان فريق زين وخذ أعتقد المركز الثالث، فقام يأخذوني يعني بيصعدوني، لا خلوا تحت 20 بيصعدوني. بعدها عقب ما صعد تحت 20 قمت عاد ألعب بين الدرجة الأولى وتحت 20، درجة الأولى وتحت 20. ثبت لا متى ثبت مع الفريق الأول كلاعب أساسي؟ خلاص كلاعب أساسي 87 87 لاعب أساسي كنت وقتها كابتن فريق تحت 20، وكنا على يعني فريق بين فريق بطولة، فذاك الموسم يعني الله يعطي العافية اللاعبين صراحة اللي كنا حنا اللي كانوا تحت 20 يلعبون درجة أولى، كنا نلعب لعبتين درجة أولى ولعبة تحت 20، يعني اللاعبين يمكن من أقول لك يعني كان بدر مريفع، كان جمعان العازمي، كان بدر ذعار، كان عماد البحر، كان هذه كلها مجموعه طلعت المراحل السنيه مع بعض؟ لا احنا مجموعتنا يمكن يوم تحت 17 يعني صارت في مجموعه مميزه من اللاعبين، صعدنا تحت 20 وكانوا في تحت 17 ايضا لاعبين مميزين، كانوا اصغر منا اللي هم كانوا عماد البحر وكان جمعان وكان والله مجموعة لاعبين يمكن ما فصارت تحت 20 اللي هي آخر سنة لنا، يعني إحنا اللي صار لنا سنتين تحت 20 تكونت نواة الفريق اللي هو صار الفريق مال 87. أحبتنا في كل مكان فاصل ثم نعود من جديد في قديمك نديمك مع لاعب دولي السابق بسام الحازمي لاعب نادي يرموك والمنتخب الوطني السابق وغوى عنه. المباراة بداية اللعب كرة مع القادسية طويلة قدام تلعب لحمد الصالح، حمد الصالح حاول يقطع لكن يشترك معاه دفاع
الكرة وراح تلعب قدام الجول، ديكي يحطها براسه لكن ترجع الكرة مرة ثانية ترتد قدام الجول ويتسجل الجول الأول من بسام العازمي. ديكي يصلح كرة وترتد من حارس المرمى. لكن بسام العازمي شوف الكرة مرفوعة على رأس وين؟ على رأس ديكي. ديكي يلعبها ترتد من حارس مرمى، بسام العازمي مع الكرة صلح نفسه ويلف وشوت ويسجل منها الجول الأول بسام العازمي لفريق اليرموك. وضربة مرمى اللعب عيسى فلاح يلعبها يقطعها وليد الكندري لبسام العازمي ويلعب له كرة حلوة بالجول. جول حلوة شكلها حلو في الدقيقة 31 شكلها حلو، لعبها على طول اللعب وليد الكندري وبسام العازمي شايت له كرة قوية وهي تنط بالهواء. شوف كرة مثل هذه خلاص فرصة، شوف لأن الحارس بتقدم، شوف الزاوية الثانية أيضا صعبة وقوية، تقدم الحارس وفاجأ فيها بعد ما انقطعت لأنه هو اللي شايتها وقطعها أيضا. وبسام العازمي سجل، هذا بسام العازمي سجل هدف حلو بسام في الدقيقة 31. شوف بسام يلعبها بالزاوية الثانية، شوف مكان فعلا يختار له مكان جيد وقوية. راح يصفر حكم مباراة عباس دشتي. وبداية الشوط الثاني كاظمة تلعب واحد اليرموك، انتهى الشوط الأول لا شيء كاظمة. وصل لكن حاول عليها حميد مال الله يرفع له كرة توصل عماد يقطع عبد الله الدوسري بدر حجي تحاول يتقدم يقطعها من عدنان شعيبي لاعب ايضا ناشئ ونتمنى له التوفيق. نعد اليرموك وتوصل الكره مره ثانيه عدنان شعيبي لاعب سريع ويلعب له كره جول عدنان شعيبي يلعب له كره مرفوعه حلوه وحميد مال الله فعلا راح يهنون اللاعب عدنان شعيبي اللي رفع له كره فعلا شوف اللاعب شوف هني الوفاء للاعب اللي فعلا صنع له هدف شوف عدنان شعيبي شوف رفع له كرة وتلعب الكرة وتوصل بسام العازمي يلعبها بالجول. بسام العازمي في الدقيقة ثلاثين قدر بسام العازمي من كرة ملعوبة ناحية اليمين وتقدم فيها عدنان شعيبي ويلعبها مع عماد البحر. شوف شلون رفع له كرة حلوة على رأس شوف المتابعة شوف بسام العازمي فعلا خطفها قبل خالد الفضلي. نتمنى أن تكون هذه مباراة طيبة وممتعة وبدايتها بأول ثوانيها مع شوطها الأول. وعلى يمينك واضح عزيزي المشاهد نادي اليرموك، وعلى يسار الشاشة أيضا نادي كاظمة باللون الأبيض. حاول شاكس خالد شبيب حاول يستفيد من بعد هذا بدر مريفع راح يلعب 17 دقيقة واحد كاظمة يرموك لا شيء لعبها بدر مريفع تنحط بالراس جول بسام على ما يبدو العازمي شوفها بالبطيء في الدقيقة 17 من فاول ملعوبة وتهيأ بسام العازمي هدف التعادل 1-1 شوف حقيقة بسام لعبها براسه والتهيئ لها من المدافع ويكملها بغنم. نادي حبيتنا من جديد في قديمك نديمك مع الكابتن بسام العازمي. تكلمت بسام ليش اليرموك كان مميز في تلك المرحلة؟ نتائج، مستوى، أهداف، كنتم مجموعة صراحة ما مميزة، ليش؟ شوف بنصار، هو أنت لما تستمر مع مجموعة معينة يعني مدة 7 أو 8 سنوات تلعب معاهم تكون علاقاتك الاجتماعية مو بس بالملعب خارج الملعب هذا إيجابي؟ طبعاً شيء إيجابي خاصة إحنا نتكلم عن يعني لاعبين هواة مو محترفين. فأنت لما يكون الفريق ومعظم الفريق تلقاهم مثلاً فعلاً ربع يعني أنا من نادي اليرموك لعلاقات الحين لله الحمد مع يعني ما زالوا موجودين وعلاقات ربعك. صداقة وربع ودوانية وروحة وسفر وكل شيء من نادي اليرموك اليوم لعبنا مع بعض. فلما تكون هذه العلاقة موجودة بين اللاعبين تعطيك حافز. وبصراحة في ذاك الوقت كانوا أيضا اللاعبين كانوا مميزين لكن في المقابل الفريق يبرز ويتألق. الفرق ذاك الوقت في الثمانينات كانت نجومية مطلقة
يعني مستوى عالي للفرق الثانية، لكن اليرموك استطاع رغم النجومية في الأندية إلا أنه يفوز على أكثر الفرق. قلت لك بنصار الطموح في بعض الأحيان، حنا حتى صار فينا يعني ذقنا حلاوة الفوز، ذقنا حلاوة الفوز في بطولة يعني في دوري تحت 20 يعني اللي هو صار مثل معظم لاعبين اللي صاروا استمروا تقريبا لغاية تقريبا 94 أو 95 ناس بصراحة يعني مع احترامي يعني حق الموجود ناس فيها غيرة للفريق. يعني أنت تطلع بعض الأحيان تطلع في بعض المباريات أنت قصدك خلاص أكثر؟ طبعاً طبعاً خلاص طبعاً، هذه الغيرة هي الإخلاص بنصر. لما أنت تحس أن أنت مسؤول لما تلعب كرة قدم أو لما تلعب مع فريق أنت مسؤول عن 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 أداء اللي أنت تأديه. طبعاً يعني أنا ما زلت أذكر يعني من أحد المواقف أن أنت لاعب شبه ينهار شبه ينهار يعني لأنه كان سبب يعني الله يذكره بالخير كان سبب في خطأ معين يعني كلنا حنا وقفنا وياه. منو؟ لاعب الله يذكره بالخير يعني هو لاعب كان مميز وكان ذكرى طيب يعني دام هذا شغلة طيبة لازم نعرفه. لا هو يعني لاعب عبد الرحمن العتيبي بفهد الله يذكره قلب الدفاع كان لاعب نص يعني أخطأ كان لاعب شوف الإخلاص شو اللي يسوي يعني شو اللي يخلي اللاعب الساحل فيما بعد هو مدرب نادي الساحل حاليا بس عشان التوضيح برضه. اي نعم تفضل. ايضا في لاعبين يعني الاخلاص قصدك انه قبل كان هو سبب تفوق اليرموك ونصار انت في بعض الاحيان لو في قصور معين يعني كلاعب لما تشوف اللاعبين هذولا يعني لازم تعطي. شنو الهدف اللي عرفوك الناس فيه تعتبره من الاهداف الجميله في تلك المرحله في مرحله الثمانينات؟ والله مو هدف يمكن مباراة، لكن أنا الهدف خلينا نقول ناخذ المباراة الهدف. الهدف هو اللي على نادي الكويت سنة 89 اللي وصلنا إلى قبل نهائي. ليش هذا الهدف أكثر المميز عندك وما تحبه؟ والله صعب يمكن بنصه. شلون؟ لأن هدف أول شيء أنت لاعب ضد نادي الكويت، ثاني شيء في موسم يعني 89 بعدين وصل لك إلى مرحلة قبل النهائي. والهدف يعني الهدف ايضا كان يعني اعوذ بالله كان في مجهود معين يعني انا اخذت الكره من قبل خط النص ومشيت فيها ومشيت فكرت اني العب باص وبعدين مشيت وحتى الشوطه كانت شوطه يعني قويه جدا وكانت على الله يذكره بالخير ابو سليمان احمد سليمان الامير. ف تعتبر من اجمل اهدافك؟ طبعا من اجمل. تقول لي في افضل مبارياتك شنو افضل مباراه؟ هي مباراه لا هو نفس الموسم اعتقد فضل. او قبله هي لعبه القادسيه. ليش هذا تعتبرها الافضل بالنسبه لك؟ هذه ما سجلت فيها هدف ولكن يعني صنعت هدفين حاولت اني انا اسجل فيها ويعني حسيت اني انا يعني مباراه اديت دوري كامل يعني. المنتخب الوطني مشوارك معاه في البطولة ربما تكون لم تخلي الذاكرة الأردن ولا قبلها؟ لا قبلها كانت تصفيات حق كأس آسيا في ماليزيا تفضل تحكي عنها. إيه. مع مدرب ميغيل بيريرا طبعا هذه مرحلة تعتبرها مرحلة مهمة لك. طبعا 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 هذه أنا تشرفت فيها بأن أكون مع لاعبين صراحة يعني ما الواحد ما شاف إلا الكلام الطيب والتشجيع. المرحلة هذه خاصة جاية بعد إخفاق دورة الخليج اللي صارت بالسعودية زين فكانت الأجواء متوترة وكانت الأمور يعني منتخب الكويت والأشياء اللي صارت يعني حتى أنا أول مرة أصادف الله يغفر له الشهيد فهد الأحمد وأشوفه قاعد يعني بالملعب يعني تدري تحوشك ربك ورئيس الاتحاد وهذا فتمرنت ورحنا ماليزيا كنا رايحين تقريبا قبلها بأسبوعين على أساس معسكر نشوف الأجواء فكانت حلاوة المعسكر. فهدين وجدت نفسك مع مجموعة جديدة تعرفهم معظم لاعبين أعرفهم إيه لا أقصد لك معرفة كعلاقة يعني اللي ما كنت تعرفهم من قبل. إيه نعم. شنو ميزه المنتخب؟ قدمتوا مباراه جيده في تلك المباراه. انا بالنسبه لي بنصار كان يعني كافي التشجيع اللي كنت يعني يمكن لعب مباريات تجريبيه ومع
فأنت لما يجي لاعب نفس مؤيد الحداد أو محبوب جمعة أو رحمة الله عليه سمير سعيد أو حتى صلاح الحساوي، شد حيلك يلا شوف هذا مكانك مثلا، يعني من الكلام الطيب صراحة أنت تحس أنك التعامل مع ناس يعني فعلا يعني فعلا محترفين يعني. وصلت إلى البطولة في الأردن، فيما بعد؟ فيما بعد شاركنا بالأردن. حكي عن البطولة هذه. البطولة هذه كان أعتقد على أساس منتخب الرديف أو شغلة، يعني المنتخب أو الصف الثاني شو اسمه، لعبت أول مباراة ضد منو؟ ضد الأردن وفزنا. هذا كان ميغيل بيريرا المدرب؟ هذا كان أول شيء عبد اللطيف الرشدان، وكان ميغيل مع أعتقد فرق مع منتخب 19، وجاب مجموعة لاعبين صاروا ويانا يعني. برجع لك بسام العازمي، حبتنا في كل مكان. فاصل ثم نعود من جديد مع النجم الدولي السابق بسام العازمي، لاعب المنتخب الوطني ونادي اليرموك السابق، ومعنا في قديم الكبديك. وصل الكويت يلعب وليد الفليح، خلف مجبل، علي الزيد، فرحان الفرحان، وفي الهجوم عبد الصمد مرفاوي المحترف وبدر البطي. بداية الشوط الأول حكم مباراة اليوم الحكم الدولي راضي الحداد، ويساعده في مراقبة الخطوط عبد اللطيف الدواس ومرشد العنزي وفيصل عبد الرحيم حكم رابع لهذه المباراة التي تجمع الكويت واليرموك. كرة مع بدر البطي، بداية الشوط الأول وهجمة الكويت، توصل كرة مرفوعة ملعوبة على طول من عبد الصمد، خرج أحمد عبد الحميد كمل خارج الملعب، رمية تماس لليرموك تلعب إلى المرافع اللي مغير مكانه من الشمال لليمين، المرافع يلعبها ناحية لحملي، يلعبها المرافع شايت، جول تعادل، سجله بسام العازمي هدف الحقيقة لم يتوقع حتى أحمد سليمان الأمير حارس المرمى، من كرة سددها على طول وإسقاط في المرمى، يسجل بسام العازمي هدف التعادل لليرموك. شوف بسام، شوف، وأحمد سليمان كان بدأ. نود حبتنا من جديد في قديمك نديمك، وتكمل الحوار مع الكابتن بسام العازمي. وصلنا للبطولة قبل الفاصل، البطولة في الأردن. في الأردن هذه كانت أي سنة؟ أعتقد في سنة 88 أواخر 88 أي بالصيف. أي نعم تفضل. لعبت قلت لي وصلنا قبل الفاصل، لعبت أول مباراة ضد الأردن. الأردن نعم، وبعدها صرت احتياط ونزلت الجيم الثاني أعتقد ضد الجزائر. هني قدمت عروض زينة؟ لا والله أنا ما يمكن ما قدمت يعني كم. لا قصدي المنتخب بشكل عام. المنتخب قدم عروض زينة، قدم خاصة يعني مباراتنا الأولى اللي كانت ضد الأردن وفاز فيها المنتخب 1-0، يعني أنت لاعب بين فريق بين جمهوره وبين يعني ملعبه وجمهوره. بعدها مع الجزائر والله ما أذكر تعادلنا أو شيء. هذه خطوة جديدة مالك المنتخب الوطني، بالنسبة لك تعتبر مرحلة مهمة، ولكن ليش اعتزلت بسام؟ أي موسم اعتزلت؟ أنا وخرت تقريبا 99 زي. 99 يعني كان يعني خاصة بعد التحرير شاركت مع النادي، يمكن معظم الشباب أو اللاعبين تغير جيل قصدك؟ إيه مر علي تقريبا جيل أو جيلين يعني أنا يمكن يعني اللاعب الوحيد اللي يمكن طولت شوية بالنادي لغاية 99 موسم 99 خلاص بعد ما في مرحلة التسعينات بديت أيضا قصدي تسجل أهداف. إيه نعم بالتسعينات هم إيه نعم. تذكر شو الأهداف اللي سجلتها؟ والله عندي أنا أهداف على السالمية أيضا على الكويت عندي أنت متعود على الكويت شنو؟ لا والله لا أبد بس هدف الأجمع على الكويت وهدف الكويت فيما بعد وفيهم أهداف أنا عندي أهداف منصار بس ما هي مسجلة يعني ما هي مصورة يعني عندي إحنا تدري لما تلعب مع الكويت أو لما تلعب مع إيه يعني تشوف إنه بعض الأحيان يصير فيها تصوير مو مثل الحين المباريات كلها منقولة
تقريبا حنا حتى يعني انا في بعض المباريات يعني اذكر انا بالجهره هم مقول جول، اذكر على كاظم مقول هم جول. طبعا في يعني لي اهداف معينه يعني. اعتزلت اللعب ما اتجهت للاداره ولا اتجهت للتدريب؟ والله اتجهت الى اول ما خلصت او اول ما قلت ابو صرت مدير الفريق. مدير الفريق اشتغلنا مع مدير يعني شوي وهذا، وكان تم تغيير المدرب شوية. قصدك كم فترة قعدت؟ ما طولت سنة تقريبا. ليش تركت؟ الأجواء ما هي زينة؟ والله أبو نصار يعني أنت في يعني أنا أتكلم أكون صادق معك، إذا ما تكون أنت صاحب القرار أو أنت تملك القرار ويؤخذ بقرارك، بعض الأحيان تصور أنه مالك دور. يعني لو أنا مثلا مسؤول وتحمل جميع المسؤوليات وتحمل مسؤولية كاملة عن الفريق، فلما أطلب أو لما أقول شيء أو لما فما أقبل أن أنا مثلا لا هذا مو صحيح هذا مو صحيح. هذا اللي خلاك تترك؟ وهي الأجواء، يعني الأجواء كانت خاصة حتى عندنا بالنادي، كان ذاك الوقت أجواء مشحونة. يعني مشحونة بالإداريا. يعني تغير بالنسبة لك نظرة اللاعب عندما كنت تلعب وتعاملت مع جيل جديد؟ تغير بالنسبة لك اللاعبين؟ حسيت في فرق بين اللاعب السابق واللاعب الحالي مرحلة التسعينات؟ شوف بنصار أنا لعبت يمكن مع معظم اللاعبين أول التسعينات لغاية تقريبا 99 لغاية يعني 99 أو 97 أو 98. والله حضروا لنا ناشئين يعني، أو أول التسعينات بعد هم كان بالفريق ناشئين، يعني استفاد منهم الفريق وحقق مراكز طيبة. بالتالي بنصار اللاعب ما ينلام لما يكون أهم ومهتم، صارت في أمور ومغريات ثانية. يعني أنا أتكلم قبل لا يقرون الاحتراف الجزئي وهذا. ففي ذاك الوقت اللاعب فعلا ما كان يحصل شيء. ففي بعض اللاعبين يعني أنا أقول يقول لي أنا أروح لي مثلا مجمع معين أطلع مع ربعي نفسيا افضل من ما انا اجي اتمرن ولا انا العب مباريات، وخاصه في الاخير. قصدك يعني ما في شيء مغري بالنسبه لي؟ مغري. وبعدين انخفاض المستوى، مستوى الفريق ما يعطي طموح للاعب، يعني اي شيء يخليني انا اني اترك الكره امرها بسيط. ايضا صارت يعني انا ما لحقت على الاحتراف الجزئي، اشتغلت مره ثانيه مدير كره بالنادي بالاحتراف مده موسم تقريبا. الاحتراف الجزئي صار مصيبه. يعني الاحتراف الجزئي يجعل يعني اللاعب، الاحتراف الجزئي يهدم الناشئين، يهدم المواهب. يعني انت اذا عندك موهبه ولا عندك لاعب، يعني وخاصه لما يكون مدرب اجنبي يقول انا استفيد من لاعب يعني خبره وعارف افضل من ما اني اجازف مع ناشئ. شنو من الذكريات اللي ما تسقط من ذاكرتك في المباريات الفتره اللي لعبت فيها، مضحكه محرجه، شنو ما تنساها؟ والله ابو نصار شوف قلت لك احنا مجموعه يعني من لاعبين في اشياء كثيره تصير، لكن معظم اللاعبين لعبوا معي في فتره خاصه قبل نهائي كاس الامير في عام 89 صراحه من أسوأ يعني او خلينا نقول من أسوأ الذكريات اللي مرت علينا، واللي فعلا كل لاعب حس بظلم وحس خاصة في لعبتنا مع القادسية. شنو الظلم اللي وقع فيها؟ هذا ظلم يعني. كان الحكم جواد عاشور؟ كان الحكم جواد عاشور، وكان طموحنا يعني فعلا. قصدك تجامل القادسية؟ أنا ما أقول جامل القادسية، لكن قراراته خاطئة قصدك. طبعا أخطأ بقراراته. يعني أنا مثلا حنا كنا غالبين واحد، بعدين القادسية حط هدف التعادل، وكان حميد احمد اعتقد اللايمن ورفع الرايه وراح وقلنا كله واحد وحسبها هو. بعدها في كره يعني بلنتي مستحق لعبه عماد البحر اللي اذكر على الكابتن ناصر بنيان ايضا مشاها. بعدها ايضا الهدف الثاني واللي هو هدف الفوز للقادسيه ايضا اللايمن رافع الرايه. يعني احنا يعني انا واحد من مو اكلمك عن نفسي، معظم اللاعبين يعني هذه من يعني أسوأ الذكريات اللي مرت علي. هذا اللي كنتوا في افضل مستوى لكم؟ كنا لا كان طموحنا طموح. كان الطموح بنصار فعلا نبي نحقق شيء، كان اللاعبين حاسين فعلا يعني نبي نحقق شيء. بس متى تزوجت مبارك؟
تزوجت أم مبارك في عام 1996. اختيارك ولا اختيار الأهل؟ لا هو اختيار يعني الأهل، وطبعاً تروح وتشوف اختيار يصير. العيال الله يحفظهم. أنا عندي سارة الله يحفظهم، هذا العودة الكبيرة، وعندي نورة وعندي مبارك الله يحفظهم. شو تحاول تعلم عيالك؟ اعتماد على النفس ونصار. نعم. أنت شو تحاول تعلم نفسك بس؟ تعلمنا بما فيه الكفاية. هو دائما الواحد يعني إنه يواجه، يعني هو خاصة في وقتنا الحالي تواجه أفضل من إنك تكمتها بقلبك أو. نعم. حقق جميع أمنياتك؟ طبعا. كل شيء في بالك حققته ولا بقيت في أمنيات؟ الحمد لله. شوف تحقيق الأمنيات ولا كان الواحد ما صار له طموح، لكن الحمد لله الواحد يمكن لعب فترة ويعني كسب فيها ناس. ود الناس كسب فيها وكون فيها علاقات أيضا مع ناس الحمد لله، لكن الأمنيات أمنيات كثيرة يعني. بدر المرافع يقول ما تحب البحر، صدق؟ والله هو سبع البحر بعد هو. لا أنا والله ما أطلع معاهم دائما يعني. يقول بس أنا من نطلع بحر ما يطلع معانا. بس هو بعد الله يهدي شوي بليدان ما. التابع الآن مباريات اليرموك في الموسم الماضي، تشوف مبارياتهم؟ والله بسيط مو كثير ونصار يعني، في بعض الأحيان الآن مثل ما قلت أنت تنقل المباراة في التلفزيون. اليرموك أنا يمكن تابعته السنين الأخيرة متفاوت، كان جدا متفاوت. كانت فرصة المدرب اللي راح مع اللي خذوا نادي القادسية عطى اليرموك صورة شوي يعني، يعني عطى صورة. اليرموك قاعد فترة يلعب يعني مثل ما تقول، يعني أنت لما تلعب كرة قدم يعني صورة ملخبطة يعني ما تابعته. والله يوم مع المدرب مال الإسباني في صورة صارت بالفريق، في روح بالفريق. الموسم اللي فات لا والله أشوف مباريات يعني، لكن مشكلة أبو نصار يعني لما بس المستوى ما هو المستوى الأولي. طبعا طبعا لا فرق شاسع. لا ما هو. شنو هواياتك بسام العازمي؟ شنو الهواية اللي تحبها؟ والله هوايات كثيرة، روحات بر، روحات بحر انحصر. مع بدر المرافع البحر؟ ما ياخذني. لا والله يقول ابن الحلال، بس يعني مو دائما طلعات بحر وهذا. احب السباحة. بس هذا يعني اهتماماتك الآن رياضة، متابع للكرة العالمية، تشوف المباريات العالمية؟ نشوف. شنو تشجع؟ والله ماكو فريق معين، لكن مثل ما تقول فريق الطفولة كنت أحبه أنا قبل، فريق توتنهام. توتنهام الإنجليزي. زين ما حد صوبك بالدوانية صوب توتنهام؟ إي لا 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 ما مريح راسك. وأنا ماني صوب أحد بعد مثل ما يقولون. مريح. بس هو كان فريق في ذاك الوقت يعني، كان تذكر قبل كانوا ينقلون نهائي كأس الملكة. صح. وكان في برنامج أعتقد اسمه بيجليك سوكر أو شيء، برنامج بسيط يعرض يوم الأربعاء كنا نسهر عليه يعني. لأن في كان دوام، كان دوام الخميس، فأتابع يعني الأيام أرديلس وكروكس وما شو اسمه اللي صار مدرب بعد شو اسمه نسيت اسمه. متابع الآن للكرة الخليجية، دوريات الخليجية؟ لا والله مو ما تشوف. إيه بس المباريات الحاسمة أو المباريات المميزة شوفها، مثل الدوري السعودي شوف بعض المرات. الدوري السعودي وين شجع؟ ماكو ميول معين. الدوري السعودي يتابعون وايد قنات. والله السعوديه ما تعرف تشجع من تشجع الهلال ولا النصر ولا الاتحاد ولا هذا، ما شاء الله الفرق يعني، بس الاتحاد صار مميز اخر سنه. مبارك ولدك ما يلعب كره؟ والله يحب الكره. تشجع انت؟ كم عمره الله يحفظه؟ مبارك الان 12 سنه. زين يحب كره القدم؟ يحب كره القدم ومدرستهم بعض المرات إذا صارت الحصة الأخيرة وما فيها يعني تقدر تشوف هذا إحنا عليه تعالي يبغى يشوفني. شفته؟ أقول أوديك نادي أحسن. شفته؟ شفته لاعب يعني يحب الكرة، أهم شيء إنك تحب الكرة أبو نصر. ولو أخذته راح تودي لي يرموك ولا نادي ثاني؟ والله اللي يختاره كيف. هو شنو ميوله؟ والله هو برشلونة متعصب
بس احنا صارت لنا هذه مثل يعني اللاعبين قبل تتعرف في كل نادي. الان الكره العالميه طقت على كل شيء. طبعا طبعا يعني الحين يعني انا كنت مدرس يوصفون لك لاعبين الأندية والله أنت ما تعرفهم الأندية الأوروبية. على طاري الطلبة يجي مدرس يقول لي قلت معلومة غلط على لاعب أجنبي يعني لاعب في الدوري الأوروبي يقول العيال يصلحوا صححوا له. إيه نعم يصلحوا له. يعني أنا أبو نصار أنا مدرس بدنية في يوم من الأيام اللاعبين يعني صار معلومات ما هي طبيعية وترى هذا شيء إيجابي صح الاهتمام بكل رياضي. إيه لكن شنو عاد شلون تكوين اللاعب هذه مشكلة عندنا. في شغلة من خلال حواري معاك تبي تحكي فيها قبل أن نختم لقاءنا. مشكور يا أبو نصار ومشكورين الشباب كلهم ويعطيكم العافية ومشكورين على تسلم يا مبارك تسلم. حبتنا في كل مكان وصلنا معاكم نهاية برنامجكم قديم كنديمك. كان ضيفي في حلقة الليلة اللاعب الدولي السابق بسام العازمي لاعب نادي يرموك والمنتخب الوطني السابق. بإذن الله تعالى الأسبوع القادم نلتقي في حلقة جديدة من قديمك نديمك. حفظ الله هذا الوطن ورمزه وشعبه من كل مكروه ودل الكويت في صلاتكم. إن الله يحفظه من كل شر لقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في قديمك نديمك. فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودول. مع السلامة. أنا اسمي مبارك بسام العازمي وأنا شجع نادي العربي بالكويت وعالميا أشجع نادي برشلونة. وأنا الحمد لله بفضل الله ثم أمي وأبوي أني مجتهد بدراستي. وفي بعض الأشياء اللي علماني إياها أبوي أن نحترم الآخرين ونحترم اللي أكبر منا. في واحد من أحسن الأقوال اللي شفتها وأبوي قولاها كان ضد الكويت كان قوله من نص الملعب. وحياكم والله في بيتنا وكل عام وانتم بخير عيدكم مبارك. طبعا حياكم والله أعزائي المشاهدين في بيتي. شفنا الفريج وشفنا المدرسة وكان لقاء طيب مع الأخ أبو نصار. الآن بنتكلم عن الجانب العائلي أو شنو دور العائلة كان في حياتي اللي يوم أمارس فيها كرة القدم. طبعاً من أهم الأشياء اللي الواحد يعني الله وفقه وتشرف بوجود والدين والد ووالدة مقدرين طبعاً فوق التقدير تشجيعك على هذه المزاولة وأيضاً يعني مفتخرين فيك وانت تمارس كرة القدم. لله الحمد يعني كان والدي أي شيء أحتاجه أو أي شيء أبي موفر لي إياه. الوالدة ما تقصر بعد خاصة لما في يعني من ناحية الأكل من ناحية الاهتمام من ناحية كل الأمور لله الحمد. أيضا دور الأخوان كان لهم دور طيب وياك ودور يعني خاصة أنا معظم أخواني يعني من يعني صبيان فكان دور يعني أيضا يعني دورهم كان مهم في حياتي وكان دورهم إيجابي جدا يعني من تشجيعهم من يعني نقاشاتهم معاي خاصة يعني أنا عندي يعني أنور أخوي الأصغر مني لاعب كرة سلة ولاعب في نادي كامل فتصير نقاشات والوالد أيضا ملم بالرياضة يعني فتصير مثل نقاش والله عمل كذا سو كذي أفضل لك فتأخذ الآراء وتسمع. فكان الدور الاجتماعي والدور العائلي يعني كان مهم في حياتي. بعد ذلك طبعا صار دوري الاجتماعي مع يعني أهل بيت مع زوجتي مع أولادي لله الحمد أيضا يعني ما يعني خاصة يعني أم مبارك ما قصرت معاي يوم كنت ألعب وحتى يوم أصبحت إداري خاصة لما العمل الإداري يعني كان أتعب منك أو كان يعني شغله أكثر من أنك تكون لاعب. يمكن إذا أنت لاعب تلعب مباراتك أو تروح تمرينك لكن الإداري أيضا يعني كان متعب جدا يعني. لله الحمد يعني الواحد خلال مزاولته لكرة القدم مزاولته بالفترة الطويلة هذه الواحد تشرف بأن
عمل مع أشخاص وساعدوا أشخاص وجهوا أشخاص. فالشكر كل الشكر لكل إنسان سواء إداري أو مدرب وأيضا لاعب زاملني ولعب معاي وتعب معاي سواء من مدربين من إداريين. كل الشكر كل الشكر للجميع. واختم كلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك إن شاء الله.